المزيد حول هذه الحملة ينضم إلينا دكتور عبد القادر محمد، المنسق العام لمنظمة يوم القرى. أهلا بكم سيدي. مرحبا، أهلا وسهلا. ما هي تفاصيل الحملة التي أطلقتموها في كركوك، خاصة وأنها استهدفت طلاب الجامعة؟ نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة هذه هي الحملة الثانية في ضمن الحملات منظمة يوم القرى التي تنظمها في هذا المجمع الأقسام الداخلية في جامعة كركوك، حيث تم توفير 400 سلة غذائية موزعة على أكثر أو ما يقارب 3000 طالب وطالبة الموجودين يسكنون في هذا المجمع. هذه الحملة الثانية سبقتها حملة أولى أكبر كانت تضمنت 800 سلة غذائية، هذه أيضا جاءت بعد أيضا حملات أخرى كانت منظمة في شهر رمضان مبارك، من أيضا توفير بعض المأدبات الإفطار للطلبة. في الحقيقة هذه الأقسام المجمع الأقسام الداخلية يضم ما يقارب 3000 طالب وطالبة من مختلف المحافظات. وهذه الحملة الخاصة بطلبتنا الأعزاء تأتي رعاية من المنظمة لهؤلاء الطلبة، والذي يعني من العوائل المتعففة وبعض الطلبة المحتاجين، دعم المنظمة للمسيرة التعليمية، وأكثر هؤلاء كما قلت من الطلاب من المحافظات المتضررة ومن العوائل المتعففة. ولقيت هذه المبادرة من المنظمة الشكر والتقدير من رئاسة الجامعة، حيث استقبل رئيس الجامعة دكتور عباس حسن تقي فريق المنظمة في مكتبه، وشكر المنظمة على جهودها تبذلها في دعم الطلبة. وهذه الحملات مستمرة حقيقة في المنظمة لدعم الطلاب والمحتاجين عوائل متعففة في الأقسام الداخلية. هكذا اعتادت منظمة أم القرى على دعم المحتاجين في مختلف المحافظات. دكتور عبد القادر، ومن خلال زيارتكم للجامعة، ما هي الحاجات الملحة التي لا تتوفر لدى هؤلاء الطلبة؟ بالتأكيد يعني حاجتهم الأساسية يعني يحتاجون إلى الدعم في مسألة المواد الغذائية، حيث أكثر هؤلاء الطلبة يبقون لفترات طويلة بعيدا عن أهاليهم و لا يعودون يبقون يسكنون في هذه المجمعات السكنية. فمع قلة يعني وجود المصاريف يعني اللي يحتاجونها، فيحتاجون إلى الدعم في توفير بعض المواد الغذائية وبعض الحاجات المالية، يمكن دعمهم ببعض المبالغ المالية أيضا لتأمين مصاريفهم اليومية والدراسية خلال العام الدراسي. ما مدى أهمية استهداف هذه الفئة من المجتمع من الطلاب في حملتكم الإغاثية، وانعكاساتها كذلك على مستقبلهم الأكاديمي، سواء من خلال الاستفادة من البعثات العلمية أو الكفالات المالية التي توفرها المنظمة؟ بالتأكيد يعني هذه قيد الدراسة يعني في الحقيقة، لكن تركيز المنظمة على الجهود الإغاثية وما يمكن تقديمه في دعمهم في الوقت الحاضر، وهذا له أثر نفسي كبير حقيقة على هؤلاء لو دعمهم، حيث يجدون من يقف معهم ويستشعرون هذا الدعم وهذه المستندة لهم، فيزيدهم ثباتا وحماسا و ايضا ابداعا في مجال تخصصاتهم المختلفه. فدائما ما يعني يجدون من يقف معهم ويعني يكفي المحتاجين ويسد حاجاتهم. يعني هذه كانت التفاته يعني سمناها في رئاسه الجامعه في الحقيقه، وهذه كما قلت ليست المره الاولى التي تبادر بها المنظمه لدعم هؤلاء الطلبه في مختلف يعني فئاتهم ومراحلهم الدراسية.
انطلاقا من نشاطكم التطوعي والإنساني، هل لمستم تجاوبا من شرائح المجتمع المختلفة مع هذه النشاطات، أو تلقيتم مطالب لتوسيع فعالياتكم الإنسانية والثقافية؟ بالتأكيد يعني هناك تفاعل إيجابي وهناك قبول وهناك يعني هناك استحسان لهذه المبادرات حقيقة، وهناك تشجيع لكثير من القطاعات يعني المختلفة التي نحن على تماس وعلاقة مباشرة معهم، وبالتأكيد نحن يعني نحتاج من يدعمنا في هذه الجهود وهذه الحملات، و يعني أبواب المنظمة حقيقة مفتوحة لكل من يستطيع أن يدعم لهؤلاء، سواء الطلبة وكذلك للنازحين في المخيمات وكل المحتاجين الموجودين على جدول أعمال المنظمة التي دائما ما تتواصل مع هؤلاء، يعني هي من ضمن نشاطات المنظمة التي تكون على أولويات وضمن أولوياتها في خلال حملات الإغاثية والإنسانية. شكرا جزيلا لك المنسق العام لمنظمة يوم القرى دكتور عبد القادر محمد، كنت معنا عبر الهاتف من الأنبار.